نحن نشتغل على فتح هذه الفضاءات، ولكن في إطار يعني مضبوط، وفيه إطار شروط، يعني دفتر شروط ودفتر الأعباء، وخاصة باش نفتحوا فرصة للاستثمار، ولكن يكون استثمار مدروس، استثمار عقلاني، واستثمار مضبوط بكل شروطه. المشروع الأخضر والسد الأخضر، الحكومة يعني جندت جميع يعني القدرات يعني المادية والقدرات يعني المالية لأجل إعادة ترقيته وتدعيمه والحفاظ على هذا الفضاء السهبي إن شاء الله. هذا يدخل في إطار مجابهة يعني تغيرات يعني المناخ ومكافحة التصحر، وسوف يعني يعم هذا التشجير حتى في المناطق تاع الجنوب.